ما تقفش المايك ما بقتش غصت تعمل ايه احسن. معايا يا شباب؟ مش معاكي. فصل عشان يجيبوا حاجه تفكروا، فكانت عائشه رافعه ايديها وانا بسالها مستغربه عائشه ما بتردش لا عليا. حبيبة حبيبة لا حبيبة، معلش انت رجعتي كلامك. طب قولي يا حبيبه. أنا ما جيتش يضاعف له العذاب يوم القيامة، ده إيجاز بحسب الفاعل طب ما زميلتي قالت على للعلم مش بيه. فاهمة الميزة يعني حسب ايه يعني مش فاهمة الحتة دي شبه خالص. فين الفاعل؟ يضاعف مين اللي هيضاعف؟ في فرق لما اقول في غير، يعني ولله المثل الاعلى، لما اقول ايه؟ بص معايا، ده درس فعل مبني مجهول سنه اولى اعدادي، تمام؟ طيب أيوة كمان يضاعف، بلاش يضاعف، خلينا لو قلت مثلا كتب احمد الدرس، يبقى انا كده عرفت ان احمد كتب الدرس، صح؟ لو انا مره بقى ايه، ما اعرفش ان احمد كتب الدرس، بفتح الكشكول لقيت ايه؟ كتب، ضمنت الاول كسرت ما قبل الاخر، الدرس، لقيت الحاجه اتعملت بس انا مش عارفه مين اللي عملها، تمام؟ طيب حذف الفاعل مش دايما للجهل بيه، ليه اغراض بلاغيه زي يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب، هنا حذف الفعل مش الجهل بيه، احنا عارفين، فانا مش محتاج يعني مثلا هل لازم انا اقول لك خلق الله الكون، ولا ما ممكن اقول لك خلق الكون، فانت عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الكون. هو خلق القوم. فاحيانا بيكون حذف الفاعل للعلم به، واحيانا للجهل به، او احيانا للتعظيم، احيانا للتحقير، زي في نص هتاخده في ثانيه ثانوي باذن الله وغيرها، تمام؟ طيب يلا يا انا نسيت قولي. طيب يعني. يا عائشه انا عايزه لسه اجاز، في اجاز ما تقلش، ايوه، قولي يود الله مال ما اجاز كده، مش في تديني مش محزون طم مضمون بدل ما الفعل. قبلها لا لا، مكسور. يبدل، يبدل غير يبدل، قبل الاخر مكسور. لا ركزي يا حبيبي، احنا بصوا ده الناس اللي ايه مفوته درس في النحو قديم مش مذاكراه، بصي يس لو ماضي يا مس صليت قول حاجه. عليك مفاجأة بس يبدل، ويحدث فيه مهاني. طب دقيقه بس حبيبي، ضرب بقى مضمون الاول مكسور ما قبل الاخر، ده لو ماضي. طب المضارع يبقى ضرب، يصام مثلا، مضموم الاول مفتوح ما قبل الاخر، تمام العكس، تمام تمام؟ لو مس طب في سنه اولى اعدادي شرحت الدرس ده انا هبعته لكم، وانا في اقرب وقت، لو انا في اي لحظه سالتكم في حاجه مش مفهومه وعندي وقت اسالوني فيه على طول. طيب طيب مين هيقول لي اجازه تاني؟ انا عايزه الاجازه، عايزه إجازة تاني عرفت؟ قول ويخلد فيه مهانة حذف مفعول فين. يخلد، هي مش يخلد، هي يخلد مش مضموم الاول. ماشي أنا ابني المضموم هنساها دايما مضموم الاول الا في حالتين بس، بس المبني على حبيبي حاجة قاعدة جميلة. تشرح أنا لنا لا إيه بدل الله مضمون يس بقى ايه؟ يا حبيبي احنا عاوزين احنا نجاوب اسكت هو مش زيكم مفيش مفيش ما فيش يا انا مش انا عارفاها طب عرفتها قولي قولي، ماشي ايوه لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، كنت ده ايجاز هقولها بحذف المفعول والله به، ايجاز كنت بحذف هقولها. المفعول به ساكتة ينفع انا اللي اقول قلتها مثلا ادخل اقول يا نور حرم الله واسكت؟ ايوه تقولي لي ايوه، ما تكملي يا بنتي، حرم ايه يا ميس؟ ما قلتليش حرم ايه بالظبط. طب هنا يعني مفعول، يعني حرم ده فعل متعدي، يعني ايه متعدي؟ ما يمشيش غير من غير عم مفعول بطلوني بيه ابدا. طب فين هنا مفعول بيه؟ محذوف، ليه؟ لانه هيفهم من السياق، تمام؟ يبقى انا وقفت عند الايه رقم 18، لا ومن يفعل بها، يعني ونفرض فرض ان احنا وقفنا عند الايه 18، المره الجايه باذن الله هنكمل مراجعه. طب تعالوا نقول حاجه كمان. طب اللي عليه الدور عبد الله، صح كده؟ عبد الله عايزه، عبد الله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، ده اسلوب شرط يفيد ايه يا عبد الله؟ يا عبد الله معاك يا مس قول يا حبيبي، لا عايز عبد الله يقوله، ها. طب انا بقول لك اللي هيعمل كده هيكسب الذنب، طب مش انا كده بحذرك من الذنب؟ يبقى اسلوب شرط غرضه ايه بقى؟ عبد الله مفيش حاجه اسمها مش عارف، حاول انا معاك، مفيش حاجه اسمها مش عارف، انا ما اسمعش. بص يا جماعه اوعى في مره اسالك تقول لي مش عارف، اوعى ساقتلك. ترجمة
حبيبي انا بقول لك ولله المثل الاعلى، من يفعل ذلك اللي هيعمل كده هيتعذب. يبقى انا هنا بحذرك من الذنب باسلوب، اسلوب شرط غرضه ايه يا عبد الله؟ التحذير بس بمنتهى البساطه، التحذير. تمام، يلا يا عائشه قولي لي، يلقى اثام على قدم، ومن يفعل ذلك يلقى اثام على قدم، ما قبلها ايه؟ يلقى اثاما، يلقى أثامة بالنتيجة. نتيجة لما قبله، اللي هيعمل كده نتيجة ده هيلقى أثامة. طيب قولي لي، قولي لي يا باشمهندس إسلام، أثامة نكرة ليه؟ حظك جت في حاجة صعبة، أثامة جت نكرة ليه يا إسلام؟ للتعظيم. لا هعظم، حظنا هعظم حد. لا يا سلام، ونفذ ذلك يبقى أثامة. ثانية واحدة بس. أنا بخوفك صح؟ من يفعل ذلك انا بخوفه، هقول له ان هو هيلقى اثامه. التخويف دي بنقولها ازاي؟ لا تحزين لا تهويل، نكره ليك تهويل، بقول لك ان العذاب حاجه ممكن. طيب يبقى احنا كده المره الجايه هنراجع من اول الجزء ده من اول يضاعف، يعني احنا قلنا فيه مثلا قلنا يضاعف، بس ايه نبدا من اول ايه؟ يعني ايه نبدا من اول الايه. طيب حد عنده اي سؤال يا شباب؟ لا لا مش حابب. الواجب هبعته على الجروب، فاللي عايز يحله مرة واحدة بس يبقى يحله، اللي عايز يحل الضعف مفيش مشكلة. حاضر أنا مش هجبركم على حاجة، براحتكم. يلا شباب باي، وذاكروا عشان الامتحان كبير، اللي مش هيقفل هو حر. يلا مع السلامة يا حبيبي. تمام.